صباح الخير مشاهدي قناة ناي لايف وحلقة جديدة ونهاركو دايما سعيد 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 ومليان بالأمل والتفاؤل لمصرنا الحبيبة ولحياتنا بشكل عام. الفرحة تعم البلاد بعد رجوع المصريين اللي كانوا محتجزين في شقيقتنا ليبيا. تحية كبيرة جدا لكل اللي ساهم في رجوع المصريين إلى أرض الوطن. 23 مواطن مصري كان حصل ان كان في فيديو كان منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كان في إهانة للمواطن المصري هناك. فتحية كبيرة جدا طبعا للمخابرات المصرية، المخابرات العامة والمخابرات الحربية والدبلوماسية المصرية اللي ما بتسيبش اي مواطن في اي حتة في العالم. وتحية كبيرة جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيحافظ على كرامة المصريين على كوكب الأرض كله بكل الأشكال. فهنيئا لمحافظة بني سويف استقبلوهم بالزغاريت والفرحة، وطبعا ما فيش أجمل من رجوع المواطن المصري إلى أرض الوطن. فالنهاردة عندنا أخبار حلوة جميلة كده على الصبح، هستأذنكم يعني أن احنا نستعرضها بسرعة. في خلال 48 ساعة الجماعة اللي كانوا يعني محتجزين في ليبيا رجعوا بلدهم 23 مواطن مصري. ده بالإضافة إلى أعلنت وزيرة الهجرة السيدة نبيلة مكرم انتهاء موقف 800 مواطن مصري العالقين في السودان، وإن شاء الله هيرجعوا بإذن الله تعالى قريبا إلى أرض الوطن. من ضمن الأخبار الحلوة برضو إن اكتشاف بئر بترول جديد في خليج السويس وبيستخرج 2000 برميل يوميا. طبعا ده بيضاف إلى حقول البترول وحقول الغاز ودخل مصر اللي ممكن يزيد. محبي النواحي الروحانية والمملكة العربية السعودية ومكة المكرمة والمسجد النبوي، المساجد سوف تفتح بإذن الله تعالى للمصلين في مكة المكرمة حوالي 1600 مسجد يوم الأحد القادم، طبعا بكثير من الإرشادات اللي من ضمنها طبعا الكمامة اللي حضراتكم أنا تمام طول الوقت معايا طالما أنا برا البيت، وفي نفس الوقت في سجادة كده ممكن تصلي عليها مرة واحدة وبعد كده ترميها، وفي نفس الوقت يبقى في تباعد ما بين المصلين، وأيضا الكثير والكثير من الإجراءات الهامة. فعندنا إيه تاني؟ عندنا إيه تاني؟ بس هما دول الأخبار اللي أنا جمعتهم بسرعة كده الصبح وأنا جاي، إن هي كلها بتبعث على الأمل والتفاؤل للمصريين بشكل عام. زي كل يوم حضراتكم احنا بنستعرض مع حضراتكم بيان وزارة الصحة اللي جاء فيها اليوم. الصحة: ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 13528 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 14966 حالة. الصحة: تسجيل 1218 حالة إيجابية جديدة للفيروس كورونا و88 حالة وفاة. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم عن أمس. أعلن وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا للإرشادات المنظمة الصحة العالمية. ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم. وأضاف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد 19 ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم 13528 متعافيا. وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها تحليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 88 حالة جديدة. وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقيوبية،
بينما سجلت محافظة البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 50437 حالة، من ضمنهم 13528 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1938 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع الاستعدادات بجميع محافظات الجمهورية متابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروس أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي الاستفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و15335 ورقم الواتساب و01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر. حضراتكم ده كان النهاردة البيان الخاص بوزارة الصحة اللي كلنا طبعا أكيد بنستناه، ونتمنى أنه الحالات اللي بتصاب كل يوم بفيروس كورونا تقل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تقل، وعدد طبعا الوفيات يقل. وده هيحصل لما حضراتكم نلتزم بأن احنا كلنا نلبس الكمامة لما نخرج من البيت، وفي نفس الوقت نغسل إيدينا طول الوقت الصابون بشكل كبير، ويبقى في تباعد ما بيننا وما بين الآخر. حضراتكم عندنا النهاردة فقرتين مهمين جدا. الفقرة الأولى هتكون مع الداعية الإسلامي الدكتور وليد مطر، حضراتكم هنتكلم فيها النهاردة عن الإسلام والإيمان وإيه الفرق ما بين الإسلام والإيمان، بالإضافة إلى فقرة أخرى مع الدكتور شريف الطحان رئيس المؤتمر ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة، وهنتكلم فيها النهاردة عن المؤتمر الدولي الإلكتروني والتعليم الافتراضي وجودة الحياة في التنمية المستدامة، ونفهم أكتر وأكتر يعني إيه تنمية مستدامة. في كتير مننا ما يعرفش أو بيفسر غلط التنمية المستدامة. دي كانت النهاردة إن شاء الله هيكون هذه فقراتنا. النهاردة يوم جميل جدا جدا جدا، وإن شاء الله حياتنا تبقى أفضل وأفضل، ونحاول إن احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على بلدنا. هنروح لفصل، الفصل ده عبارة عن تمرينات أرجل للكابتن أحمد عوض، وهو في تقرير رياضي. يا رب نحاول نلعب رياضة كل يوم. فاصل وراجعين حالاً.